اللي قدامنا دي normal sinuses possible right atrial enlargement بس مش مؤكد. bundle branch block مفيش. ventricular enlargement مفيش. ولو ان ديب اس في في 5 يعني suspicious للرايت فنتريكل والار هنا معديه 7 ملي هنعرف ايه سبب الكلام ده. الاكسس بصل فوق بصل تحت ليفت اكسس مع ديب اس دي مش ديب اس دي كيو هات كيو اس تي اليفيشن كيو اس تي اليفيشن كيو اس تي اليفيشن دي اكيوت انفيريور مايوكاردال انفاركشن وذ ريسيبروكال اس تي ديبريشن في 1 او في ال او عايز تسميها هاي لاترال اسكيميا. هنا بقى في اس تي اليفيشن في في 1 و2 مع بايفيزيك تي وهنا انفيرتد تي انفيرتد تي انفيرتد تي وبور بروجريشن اوف ذا ار اللي بتقوم بمقام الكيو بس هي مش كيو يبقى قد تكون دي اولد انتروسيبتال مايوكاردال انفاركشن او ايفولفنج انتروسيبتال مايوكاردال انفاركشن بس هي بوسيبل على اي حال. هي 27 دي ساينس براديكارديا مربع 2 3 4 5 ليفت فنتريكولار هايبرتروفي اكسس نورمال هايبر اكيوت تي دي تيجي مع الهايبر كاليميا وتيجي مع الاسكيميا حللها ايه هو بقى نورمال اي سي جي. ليه؟ قال لك راجل عنده 30 سنه رايح يعمل تشيك اب ما كانش عنده اي حاجه واحد مشيش من اي حاجه ده ممكن يبقى نورمال اي سي جي ممكن رغم الهايبر اكيوت تي والال في اتش ده مش ال في اتش ولا حاجه ده عيان رفيع. طب انا هعرف ازاي؟ من سياق الحال. العيان ما بيشتكيش من حاجه وقلبه طبيعي يعني ده ممكن يطلع نورمال ممكن. طب اعمل له ايه؟ اعمل له هيطلع نور. طب لو ما طلعش نور يبقى مش نور. المقصود ان الاي سي جي مش كل حاجه لازم ابص على الحاله في السياق بالكامل. طب انا اعرف منين بقى اذا كان ده ينفع يبقى نورمال ولا ما ينفعش؟ انك تحل الاي سي جيات اللي في الكتاب ده وتقراها وتذاكرها كويس تبقى عارف ان ده ممكن. 128 نورمال ساينس ريز بوسيبل ليفت اتريال انلارجمنت لان النيجاتيف ديفليكشن اكتر من ملي في ملي مربع 2 3 4 5 ده ليفت فنتريكولار انلارجمنت لو جمعناه زائد ده هيطلع اكتر من 9 لو جمعناه زائد ده هيطلع اكتر من 7 اي في ال اكتر من 13 ملي او يعني هي يعتبر 12 ملي حسن ضمير يعني مش لازم كل حاجه. وادي الكوف ديستي ديبريشن تيوب انفيرشن تمثل الاستريم باتر ده واحد اللي بيقول لي ينفع تعتبر استرين وينفع تعتبر اسكيميا بس لكن ايه ده في فيرست ديجري هارت بلوك كمان البي ار اكتر من 5 مللي شوفها هنا بي ار طويله فيرست ديجري هارت بلوك ليفت اتريال ليفت فنتريكولار انلارجمنت وذ استرين دي فنتريكولار تاكيكارديا رسمي بقى كومبلكس واسع جدا وبتي عكس الاتجاه ريجولار سريعه جدا واحد وفي اف مخصمين بعض يعني ليفت اكسس ديفيشن ده كل ده يرجح انها في تاك في واحد بصل تحت وفي اتنين بصل تحت وفي تلاتة وفي اربعة وفي خمسة وفي ستة ده يسمون نيجاتيف كونكوردنس مش ناقص بس غير ان الاقي فيوجن بيت او كابشر بيت عشان اقول اكيد انها في تاك طبعا دي تاك مش حل يعني راجل عنده 60 سنه بيشتكي من اتاكس اوف بالبيتيشن لمده كذا سنه غير كده وطبيعي الاي سي جي طب الريستنج نورمال اللي بتوين الاتاكس
يبقى هنا مفيش باندل برانش بلوك ولا دبليو بي دبليو، خلاص بدي في تاك على طول. المعلومه دي مهمه. تعالى هنا بقى، تعالى هنا بقى، فاكرين لما قلنا ان الاي اف بعرفه ده مفيش بيهات والرجلة؟ تقول لي اه، هقول لك اهو مفيش بيهات والرجلة، وده له ثلاث اربع سرعات، بطيء اي اف وذ سلو فنتريكولار ريسبونس، نورمال اي اف وذ نورمال فنتريكولار ريسبونس، سريع اي اف وذ رابيد فنتريكولار ريسبونس، سريع جدا والكومبلكس وايد، ده اللي بيجي مع الدبليو بي دبليو، هو ده. هتقول لي يا دكتور بس دي وايد كومبلكس تاكيكارديا، افتكرها في تاك. اقول لك الفي تاك يا حبيبي رجله، ده الرجله. هتقول طب ما في مالتي فوكال فنتريكولار تاكيكارديا بتبقى الرجله، هقول لك صح، بس لانها مالتي فوكال، لانها مالتي فوكال هتبقى شكلهم مختلف، دول شكلهم زي بعض، فدي اي اف وذ دبليو بي دبليو. شوف شكلها عامل ازاي، الريجلر اه، مفيش بيهات اه، سريعه جدا اه، وايد كومبلكس اه. مية وثلاثين، طيب نورمال ساينس ريز مربع اتنين تلاته أربعة خمسة ستة ونص، خمسة ستة سبعة، مش محققين الفولتج كريتيريا بتاعت الليفت فنتريكولار هايبرتروفي، لكن الاكسس نورمال، تيوب انفرشن في اتنين، واي في اف واحد، واي في ال، وفي اربعة، وفي خمسة، وفي ستة. طب تعال نقرا يعني ايه انفرو لاترال اسكيميا. ده راجل عنده 35 سنة بيشتكي من chest pain on exertion، وساعات exertional dizziness او سينكوب، ده منظر الاورتيك ستينوزس او الهوكم او الاسكيميا. ده الاس جي بتاعه، فتفتكر ايه؟ طبعا في السن ده صعب، صعب اسكيميا اسمعه. لو لقيت اورتيك ستينوزس فاحتمال يطلع اورتيك ستينوزس، ولكن 35 سنه وانفرتد تي بالمنظر ده، فكر في هوكم. دي تاني مره نقولها، سن صغير بيجي له اكزيشنال ديزنس واكزيشنال انجينا، ممكن تكون اورتيك ستينوزس. في رسم القلب لو المنظر انفرتد تي كده والسن صغير مع الاعراض دي، فكر في هوكم. محدش قال ان هو هوكم، الهوكم بتشخص بالايكو، روح اعمل لي اوديو هتلاقي السبتم تخين والفريول تخين بتاع الرايت فين. بالذات لما التيوب انفرشن تبقى جامده قوي كده، يعني فيري ديب. 132، بص سيبك من اللي هو كاتبه، اصل ده ساينس تاكيكارديا مع رايت باندل ار اس ار داش، مع بيك دي تي ويف، عايز يقول وايد كومبلكس مع بيك دي تي ويف يبقى هايبر كاليمي، هو ده اللي هو حل. يقول لك هي هايبر كاليمي اهي، اه بس ده كلام يعني ما يتشخصش برسم القلب. يعني واحده داخله المستشفى في دايابيتك كيتو اسيدوز، ممكن يكون عندها هايبر كاليمي، ممكن نصلح عموما حل الموضوع ده ايه؟ انا اقول ده رايت باندل برانش بلوك مع هايبر اكيوت تي ماشي، مع ساينس تاكيكارديا ماشي، لما عشان هايبر كاليميا لازم اشك فيها واحلل، وبعدين اديله جلوكوز انسولين انزلها، رجع الاي سي جي نورمال يبقى فعلا كانت هايبر كاليميا، ما رجعهاش نورمال يبقى ما كانتش هايبر كاليميا. انما انا من الاي سي جي ده اقول اكيد انها هايبر كاليميا؟ لا طبعا، يعني ما اقدرش ادي علاج على ده، بس دي اتعلمت ان المنظر ده ممكن يجي مع الهايبر كاليميا. مية ثلاثة وثلاثين نورمال ساينس ريز، مفيش باندل برانش بلوك ولا اتران انلارجمنت ولا فنتريكولار انلارجمنت، الاكسس نورمال،
3 و اي بي اف فيها اس تي تي تشينجز، في 2 و 3 و 4 و 5 و 6 فيها اس تي اليفيشن هايبر اكيوت تي، ممكن تكون انتيرو مايكاردال انفاركشن، ممكن تكون هايبر كاليميا، ممكن تكون اسكيميا، ممكن تكون نورمال وده ايرلي ريبولاريزيشن باترن نورمال، ممكن. فبيقول لك ايه ده اس جي بتاع واحد اسيمتوماتيك عنده 40 سنه، تفتكر ايه الاحتمالات؟ كل اللي احنا قلناه ده، ممكن يطلع نورمال، ممكن يطلع انتيرو انفاركشن، اولد انتيرو انفاركشن، هايبر كاليميا، اسكيميا. مية أربعة وثلاثين فين البيهات؟ مش لاقي بيهات، ممكن تكون اترال فايبرليشن. امال ايه دي؟ دي بريماتور فنتريكولار بيتس جاي في وسطها، مش لاقي بيهات خالص. بس هل ده ممكن يكون ديجوكس الليفل مثلا، ديجيتاليس افكت؟ الحاجات دي صعبه يعني، لازم تحطها في السياق. هو بيقول لك ست عندها 60 سنه، عندها هارت فيلير من زمان، تشتكي من انوركسيا ويت لوس وليترجي، ممكن يكون ديجيتاليس افكت. هات 135 نورمال ساينس ريزم اي في ال فيها 13 ملي هي ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، يبقى اقدر افسر بقى الاس تي ديبريشن الكوف دو تيوب انفرشن دي على انها سترين، سترين باتر، وده يفسر لي ليه عندي بور بروجريشن اوف ذا ار ويف ليفت فنتريكولار هايبرتروفي. الاكس طالع نورمال والباقي كله نورمال. مئة ستة وثلاثين بيقول لك الست دي عندها 50 سنة، جالها اتاكو شيست بين، دخلت الطوارئ لقوا عندها است اليفيشن في اليد واحد واي في ال وفي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، يعني اكستنسيف انتيريور انفاركشن مع ريسيبروكال است ديبريشن في ثلاثة واي في اف، اثنين وثلاثة واي في اف. كويس، على ما دخلت وحجزوها في الاي سي يو لقوا الاي سي جي رجع نورمال، الشيست بين راح، تبقى ايه؟ لا تبقى برينز ميتال انجاين، لان الفازوس باستيك انجاين تعمل اس تي اليفيشن زي الانفاركشن بالظبط، بس ما تعملش كيوهات، ما تعملش انزيم اليفيشن، ممكن تفك لوحدها، ممكن تفك رابيد ريسبونس للنايتريتس. وايد كومبلكس تاكي كارد قد تكون فيتاك، وايد كومبلكس وسريعه جدا. ايه اللي اجنست الفيتاك؟ ان ليد واحد بص لتحت وبي اف بص لفوق، يعني رايت اكس. الفيتاك غالبا بتيجي بشكل ليفت اكسس، ادي اولا. حاجة تانية، في واحد بص لفوق، في اتنين بص لفوق، بعد كده في اربعه وخمسه وسته بصين لتحت، يعني مفيش كونكوردنس، لا بوزيتيف كونكوردنس ولا نيجاتيف كونكوردنس. الحاجة التانية اللي اجينست انها تكون فيتاك، ان منظر الار ار داش هنا، وطبعا لو دي فيتاك هتبقى طالعة من الليفت فنتركل، انما اديها شكل الرايت باندل، ادي مونوفيزيك نوتشد ار وادي السليرد اس، وطبعا لما تطلع من الليفت فنتركل تكهرب الليفت قبل الرايت، فلما الرايت يتاخر يدي نفس شكل الرايت باندل. بس هنا الار مش باينه اطول ولا اقصر من الار داش، ولذلك هو حللها ازاي بقى؟ بيقول لك ده راجل عنده 45 سنه وجاله بقاله ساعتين عنده شيست بين، ضغطه 150 على 80، معهوش ساينز اوف هارت فيل، وجايب المنظر ده،
فممكن يكون في في تاك، ممكن تكون سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا ويز رايت باندل برانش بلوك. هو حللها ايه؟ برود كومبلكس تاكيكارديا اوف انسيرتن اوريجين، يعني هو مش قادر يحدد ايه ده. نستنى بقى نديله دي سي، نرجعه ساينس ونشوف، لو لقيناه رايت باندل يبقى ده سوبرا ويز رايت باندل، ما لقيناهوش رايت باندل يبقى الاحتمال يطلع فيه تاك رغم كل الاعتراضات اللي عليه. 138 نورمال ساينس ريز رايت باندل برانش بلوك نورمال اكسس يبقى مفيش امي بلوك مالتيبل بريماتور فينتريكولار بيتس. ثلاثة فيها كيو اي في اف فيها كيو بس صغيره قوي. هو ورا حالل ايه؟ حالل ان هي نورمال ساينس ريز مع مالتي فوكال فينتريكولار بريماتور بيتس مع رايت باندل برانش بلوك مع بوسيبل اولد انفيريور. طبعا مستبعد لان الكيو اللي في الثلاثه دي بتروح مع النفس ودي سبتال ما كملتش ملي في ملي الاي في اف دي، فانا استبعد هذا. مئة تسعة وثلاثين نورمال ساينس ريز أو ساينس تاكيكارديا فينتريكولار انلارجمنت مفيش، اكسس ديفيشن مفيش، باندل برانش بلوك مفيش، في اس تي اليفيشن في اثنين وثلاثة و اي في اف وفي ثلاثة وفي أربعة وفي خمسة وفي ست. كل ده انفاركشن جلوبال انفاركشن. طب نقرا اللي مكتوب ده. 25 سنة بسيفير شيست بين، صعب يجيله انفاركشن في السن ده. عملنا له رسم قلب لقينا المنظر ده. فهو بيقول لك والله قد تكون انفاركشن لكن كمان قد تكون بريكاردايتس ديفيوز است اليفيشن. اعمل له ايه؟ سمعت قلبه وسمعت بريكارد الرب، عملت له ايكو طلع فيه مايلد افيوجن والبين بيتحسن اون لينينج فورورد وشارب، يبقى ماشي مع بريكاردايتس. لكن لو جات لك لوحدها كده تقول ايه؟ انفاركشن. لو ما عرفتش سنه ما عرفتش بقيه الاعراض، مش معناه انك لازم تشخصها بريكاردايتس ابدا، لازم تحطها في السياق بس. بس بيعلمك شوف. 140 اللي عندنا هنا نورمال ساينس ريز وده رايت اترال انلارج بالمونالا والار اس ريشيو هنا ما كملتش واحد لكن عندي ديب اس في في 5 و 6 وطول ار في اي في ار. كل دي علامات رايت فينتريكولار انلارج. الاكسس رايت اكسس ما اقدرش اعتبر الديب اس بتاعت واحد واي في ال دي ليفت بوستيرور هيمي بلوك لان الرايت اكسس اكسبليند بالرايت فينتريكولار انلارجمنت اللي عامل لي الديب اس دي رايت اترم رايت فينتريك. طيب 3 او اف فيهم انفيرتد تي وبعدين عندي بور بروجريشن اوف ذا ار دي 4 الار اقل من الاس. ايه اسباب البور بروجريشن؟ ليفت فينتريكولار انلارجمنت ما عنديش، ليفت باندل ما عنديش، انترا فينتريكولار كوندكشن ديلي ما عنديش، انفاركشن ممكن، اسكيميا ممكن، لك لما يكون الاكس راي كده ريبون شيب ذا هارت وديبريست دايفرام يبقى سي او بي دي. والسي او بي دي هو اللي عامل لي الرايت فينتركل والرايت اتري كوربا المونال. بيقول لك اس جي واكس راي ريكوردد من راجل عنده 70 سنه بيشتكي من كرشه نفس. ايه الدايجنوزس؟ هي اصلا الاكس راي لوحدها تقول لك سي او بي دي والاي سي جي ده ماشي مع سي او بي دي كوربا المونال. نورمال ساينس ريز اترال انلارجمنت مفيش، باندل برانش مفيش، فينتريكولار انلارجمنت مربع 2 3
مربع 2 3 4 ونص 5 ونص 6 ونص، يعني لا اصلا ما اقدرش اجمع على الكيو. possible left ventricular enlargement، هنا اي في ال اكتر من 13 مللي، خلاص left ventricular enlargement. الاكسس left access مع ديب اس في 3 واي في اف، يبقى left anterior hem block. طب الاس تي او تي اخبارهم ايه؟ خلي بالنا الكيو في اللي فيه واحد دي نورمال، انما اتكررتش في الليد اللي وراه. بس هو في حاجه الكيو تي منظرها لونج كيو تي، لونج كيو تي ده اللي باين، وممكن يكون اسكيميا. طب نشوف، ده ولد عنده 15 سنه وقع وبيلعب كوره، ايوه لونج كيو تي سندروم. اخوه كان مات فجاه، ايه الاحتمالات؟ فهو بيقول لونج كيو تي سندروم دي احتمال، احتماليه يعني. لان يعني بص هنا كمان الكيو تي قد ايه؟ واضح انها طويله. عموما دي صعبه. بس ايه اللي يخليك تفكر في اللونج كيو تي سندروم؟ اللونج كيو تي سندروم ده من الحاجات اللي بتعمل فنتريكولار اريزميا وسادن ديس وسينكو. احنا ما حليناهاش بالاي سي جي، لازم اللي بيسمعني يكون عارف كده. احنا حليناها من سياق الحاله. اخوه مات فجاه، هو عنده 15 سنه، مات وهو بيلعب كوره او جاله سنكوبه بيلعب كوره، كل حاجه في الاي سي جي قدامه نورمال. يبقى افكر في ايه؟ افكر في لونج كيو تي حتى لو ما قداميش رسم قلب. لونج كيو تي سندروم دي حاجه كونجينيتال كده. طبعا ده مستوى عالي، احنا في اخر الكتاب 142. ايه بقى ده؟ ايه المنظر ده؟ اقرا اللي مكتوب. هاوس اوفيسر لقى الاي سي جي ده قدامه. ايه الاسئله اللي يسالها للعيان؟ يا سيدي بس 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 اهي. شورت بي ار، شورت بي ار مع كومبلكس وايد شويه اهي، شورت بي ار اهي، دي ممكن تبقى دبليو بي دبليو، دبليو بي دبليو. فايه السؤال اللي انت تساله عيان؟ هل بيجي لك التاكس اوف رابت تاكيكارديا؟ تقصد الايه؟ سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا. هل الاي سي جي ده سهل؟ مش سهل، صعب. مية 43. ايه بقى 143؟ نورمال ساينس ريز، مفيش باندل برانش بلوك، مفيش فنتريكولار انلارجمنت، اكسس نورمال، فلات تي في 2 و3 واي في اف 1 واي في ال، وفي 1 و2 و3 انفيرتد تي و4 و5 و6 انفيرتد تي جلوبال اسكيمي. طب تعالى نشوف اللي مكتوب. بيقول لك ست عندها 30 سنه بتتعالج من ديبريشن، اكيد ما اتجوزتش فور سيفرال ييرز، دخلت مستشفى يعني في محاولة انتحار، انها خدت شوت اسبرين يعني، ما لقوش حاجه في الفحص، بس ده الاي سي جي بتاعها. فهل ده يقلقك في حاجه؟ يقول لك والله في انترولاترال تي ويف انفيرشن ديو تو ليثيوم ثيرابي، عالجوها بالليثيوم فعملها تي ويف انفيرشن. طب دي حاجه تتشخص بالاي سي جي؟ خليك عارف، هو الليثيوم ثيرابي بيعمل تي ويف تشينجز انترولاترال كده، او زي اللي قدامنا، كلام فارغ كله، ده مش اي سي جي اصلا. بس خليك عارف ان الليثيوم يعالجوا بيه
144. دي بقى حلوه قوي قوي قوي. ليه بقى؟ اولا ده نورمال ساينس ريز مفيش اتريال انلارجمنت، لكن في رايت باندل برانش بلوك انكمبليت، سنه ار اهي اس ار داش كويس، وهنا باين السلرد اس خفيفه. طيب سيبك من الكلام ده، ومعايا ليفت انتيرمي بلوك، ادي ليد واحد واي في اف مخصمين بعض مع ديب اس 2 و3، يبقى ليفت انتيرمي بلوك مع رايت باندل باي فاسيكولار بلوك. طب انفاركشن واسكيميا، انفيرو ليد مفيش حاجه، هاي لاترال مفيش، في واحد واثنين فيها اس تي اليفيشن و3. طب نقرا اللي مكتوب. راجل عنده 40 سنه دخل مستشفى، كان واقف في سوبر ماركت وقع بسنكوب شويه وتحس، فحصنا لقينا نورمال، بصينا على الاي سي جي لقينا المنظر ده رايت باندل مع اس تي اليفيشن. اتعلموا بقى، اتعلموا حاجه يا جماعه اسمها بروجادا سندروم. يبقى لغايه دلوقتي احنا قلنا كام حاجه بتعمل سنكوب متعلقه بالاي سي جي. بروجادا سندروم ده عباره عن رايت باندل مع اس تي اليفيشن في في 1 و2 و3 او في 1 و2 بالذات كويس. الثاني اللونج كيو تي سندروم، صغير وبيجري ام واقع. ثلاثة الهوكم، تلاقي عنده ال في اتش وديبلي انفرتد تي في الانتيريور ليدز. من التكات اللي خدنا بالنا منها من الزنوج بيبقى عندهم ديفيوز تي ويب انفرشن، كل دي تكات. خلي بالك بروجادا سندروم، احفظ اسمه عشان تبقى شاطر. 145 شوف يا سيدي، ادي شورت بي ار اهي مع وايت كومبلكس، دبليو بي دبليو سليرد دلتا ويف. طيب في واحد نيجاتيف مش بوزيتيف، يبقى دي تايب بي، لان تايب ايه بيعمل طول ار مش كده؟ تقعد بقى تقول دي هايبر كاليميا ممكن، دي ال في اتش ممكن، دي اسكيميا ممكن وممكن لا، او ستريم باتر ممكن. ايه بقى اللي باين هنا في الاكس راي؟ دي روزلر ساين اللي هو ريب نوتشنج، بيحصل مع الاورتو كوركتيشن نتيجه الكولاترالز اللي بتبايباس كوركتيشن، تقوم ضغط على الريب من السكند والثيرد والفورث ريب من ورا، ده البوستيرور بارت، انتيرور بارت اهو بتاع الريب، ده البوستيرور بارت ريب نوتش، عنده اورتو كاركتيشن، ده اللي فسر لي ليه عنده ليفت فنتريكلر هايبرتوفي وذ سترين، وعنده دبليو بي دبليو مالهاش علاقه بالموضوع. نقسم 146 ايه ده؟ شورت بي ار برضو مش باينه صح؟ شورت بي ار مش باينه، دلتا ويف خفيفه خالص اهي. لا وفي واحد بص لفوق يبقى دبليو بي دبليو تايب 1 كويس؟ وبعدين العيان جاله الاتاك دي، ايه دي بقى؟ اولا دي الرجله وسريعه جدا حوالي 300 والكومبلكس واي، يبقى دي اي اف مع دبليو بي دبليو. احنا قلنا الاف اربع سرعات اسرعهم تبقى فوق ال 300 وايت كومبلكس. هتقول لي يا دكتور ليه ما تكونش مالتي فوكال فنتريكلر تاكيكارديا زي التورسات دي بوا مثلا؟ هقول ما هقول لك الفيتاك بتبقى ريجولر، هتقول لي تورسات دي بوا دي حاجه مالتي فوكال هتبقى الريجولر، هقول لك بس الكومبلكسات هتبقى كلها ايه؟ مختلفه الشكل، هنا مش مختلفه الشكل قوي يعني، خاصه لما تكون شايف الريستنج اي سي جي او الاي سي جي بتوين اتاكس. عموما تقول على دي تورسات دي بوا تمشي صح،
مالتي فوكال فنتريكلر تاكيكارديا تمشي صح. اي اف مع دبليو بي دبليو تمشي صح. بس انا عشان اتاكد لازم اقرا اللي مكتوب. ست عندها 30 سنه بتشتكي من بالبيتيشن مع ديزنس مع كرش نفس. تيجي فجاه وتروح فجاه. بقالها كذا سنه. عملت الاس جي اتريست طلع كده. والاتاك دي شكلها. طالما الريجولر كده خليك فاكر شكلها. شبه الترصاد دي بواول مالتي فوكال فنتريكلر تاكيكارديا. 147 طيب ايه ده؟ نورمال ساينس ريزم فيش اترال انلارجمنت فيش باندل برانش بلوك ولا فنتريكلر انلارجمنت والاكسس نورمال انفيرتد تي في 2 و3 واي في اف بانفيريور اسكيميا اي في ال هايبر اكيوت تي اهي هايبر اكيوت تي في 2 و3 وانفيرتد تي في 5 و6 يبقى انفرولاترال اسكيميا طب نقرا اللي مكتوب اللي قدامنا ده ايه ده نورمال ساينس ريزم جت واحده بريماتيور واحده ساينس واحده بريماتيور ترصد بوع ار اون تي فينوم هل في لونج كيو تي ولا حاجه عشان يجي لي ار اون تي لا ماشيين ساينس ساينس خالص اهو بريماتيور اهي رجعت ساينس بريماتيور دخل الترصد بوع ثم في اف ايه اللي مكتوب راجل عنده 50 سنه عنده اكزيرشن شيست بين لعدة شهور. داخل ب 1 اور شيست بين. اول اس جي انا مش شايف في حاجه. تاني اس جي بس هنا في في 5 التيوب انفيرشن دي بتاعت الاسكيميا. هل ده نون اس تي اليفيشن مايكاردال انفاركشن؟ ممكن. وهو اللي عمل البريماتيور بيتس هو اللي عمل الاريزميا. طب نقرا الاجابه. انفرولاترال نون اس تي اليفيشن مايكاردال انفاركت صح. يبقى هي اما انفرولاترال اسكيميا انفرولاترال نون اس تي اليفيشن مايكاردال انفاركشن. التفريب الانزيمز اللي يرجح انها انفاركشن ايه؟ ان دخلته في اتاك اوف فنتريكولار اريزم. 148 ايه ده بقى؟ تعال نبص هنا دي الريجلر مفيش بيهات تبقى اي اف طب اي اف ايه بقى ايه؟ مع دبليو بي دبليو دبليو بي دبليو اسرع من كده بكتير شفناه من شويه ده ويز رابيد فنتريكولار ريسبونس دي واخده شكل الار اس مونوفيزيك نوتشد ار دي ليفت باندل يبقى اي اف اهي الريجلر طب الاي اف نارو كومبلكس ايه اللي يخليها وايد كومبلكس؟ اي سوبرا فنتريكولار بيس ميكر زي الاي اف مثلا ايه اللي يخليه الريجلر؟ ايه اللي يخليه وايد كومبلكس؟ يا معاه دبليو بي دبليو ساعتها يبقى سرعته 300 يا معاه باندل برانش بلوك زي دي ادي منظر الكيو اس ادي منظر المونوفيزيك نوتشد ار يبقى ليفت باندل يا اما ريد بندنت بس الاي اف في الريد بندنت تبقى اللي بعد الشورت سايكل بس سميناها اشمل ما بيبقوش كلهم وايد كومبلكس فالاشمل لا الدبليو بي دبليو ممكنه بس باسرع من كده الليفت باندل واضحه جدا ادي كيو اس وادي المونوفيزيك نوتش ار مع الريجولاريتي تبقى اي اف انت لو حاولت تمشي بالترتيب من ليد 2 هنا هتحتاس انت بص على حاجه واضحه ده ليفت باندل اهو اي اف مع ليفت باندل 149 طب بص على الاكس راي الاول ريبون شيب هارت تعال نعد ريب 2 3 4 5 6 7 ديبريست دايفرام وادي اير كوشن اندر ذا ايبكس وهايبر ديلوسنسي مع امفيزيما وادي المين بالمونري ما ده الاورتيك ناكل اهو وادي المين بالمونري كبير يبقى احنا داخلين على بالمونري هايبرتنشن يبقى اكيد هنا في رايت فنتريكولار هايبر كوربا المونيل تعال نبص هنا ايوه يا سيدي
normal sinus rhythm ودي بيبقى المونالاي رايت اتريوم. ياه البوزيتيف ديفليكشن اكتر من ملي ونص، بوزيتيف ديفليكشن اكتر من 2 ملي ونص وبيت، وادي طول ار في في واحد عامله رايت سببها رايت فنتريكولار انلارجمنت، وسنه الكيو دي السبتا الكيو، المفروض الكيو هنا المفروض السبتا هنا يعمل ار، عامل هنا كيو مكتوب في الكتاب قلبت، وهنا الار طولت شويه في اي في ار. وبعدين الاكسس ده ليد واحد اكويفيزك مظبوط، وادي اي في اف بوزيتيف، ابقى انا عمودي على ليد واحد، عمودي على الزيرو، الاكس هنا 90 ما فيهوش حاجه، الكيو اللي في ليد 3 دي بتروح مع النفس دي الطبيعيه، ومفيش لو فولتج، ودي حاجه غريبه كان متوقع لو فولتج. المهم دي انفيزيما كوربا المونال، ده اكس راي بتاع بنت عندها 17 سنه كان عندها كرش نفس جامده، اديما لوار لم، ساينز اوف رايت هارت فيلير، وفي هارت ميرمر سينس بيرس، ما كانش ساينوتيك، ده رايت فنتريكولار. بصوا بقى البالمونري هايبرتنشن اللي موجود ده هو اللي عمل لي الرايت فنتريكولار انلارجمنت اند رايت فنتريكولار اند رايت اتريال انلارجمنت. فليه ما يكونش برايمري بالمونري هايبرتنشن؟ ليه ما يكونش برايمري بالمونري هايبرتنشن؟ احتمال هم حللنا ايه؟ رايت اتريال اند رايت فنتريكولار هايبرتنشن، ده اللي كاتبينه. بيقول ايه؟ رايت اتريال هايبرتنشن از سين ويز بالمونري هايبرتنشن اوف اني كوز، وبقى متوقع بيقول لك ممكن تكون ترايكاست ستينوزس ايبشتاين انومالي بالمونري ستينوزس بالمونري هايبرتنشن which may be primary. كل الحاجات دي تفرق بالايه؟ بالايكو. هو بيقول لك انه عارف العيانه دي الايكو بتاعها طالع بالمونري ستينوز، بس ليه بقى هنا عندها منظر السي او بي دي ده؟ هل هي ازماتيك؟ مية وخمسين آخر واحدة، أهلا بيكم. إيه الكلام ده؟ ده اسمه وندرنج بيز لاين، اللي هو طالع يشرب من فوق ده. على أي حال تعال نبص حاجة عدلة، ده الرجل مفيش بيهات، شوف الآر آر دي مش قد الآر آر دي، يبقى اي اف ويز رابيد فنتريكولار ريسبونس مربع 2 3 4 5 6 7 8 ما كملناش 9، لكن اي في ال اكتر من 13 مللي، يبقى في ال في اتش، يبقى اللي في 4 و5 و6 ده يا اسكيميا يا سترين، كذلك اللي في 1 وفي اي في ال يا اسكيميا يا سترين. يقول ايه؟ ست عندها 50 سنه جايه الامرجنسي ديبارتمنت عشان صدن انصب بالبيتيشن وكرشه نفس جامده. طبعا الاي اف لما يجي على هارت فيلير ممكن يعمل كده. طيب هو مطلعها ايه بقى؟ بيقول لك اتر فايبرليشن ويز رابيد فنتريكولار ريسبونس اند اسكيميك تشينجز زي ما طلعناها، وهو هو بيقول ان العيانه دي الايكو بتاعها مبين مايترال ستينوس. متشكرين جدا، روحوا بقى هاتوا الكتاب وذاكروه.